منافسة الأولمبياد الدولية للرياضيات التي جرت في أوسلو بالنرويج خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 16 جويلية الحالي، والتي شاركت فيها 104 دولة. وبهذا الصدد وجبت الإشادة بأن بلدنا تحصل على ميدالية برونزية وثلاث شهادات شرفية. وقد مثل الجزائر في هذه المنافسة 6 تلاميذ تحصل أحدهم على ميدالية برونزية وفاز 3 آخرون على شهادات شرفية، إضافة إلى تحصل تلميذة مشاركة على جائزة مريم ميرزاخاني لقارة إفريقيا نظير تحقيقها لأعلى نتيجة من ضمن جميع الطالبات الإفريقيات المشاركات في هذه المنافسات العلمية. تعتبر هذه النتائج جد مشرفة، إذ لم تتحصل بلادنا على هذا المجموع من النقاط منذ سنة 1987.